مناشدات من وزارة الصحة بالتبرع بالأعضاء البشرية للموتى الدماغيين في السلطنة وسط تحذيرات من شرائها من الخارج، وذلك تجنباً لوقوع مخالفات قانونية وعواقب صحية وخيمة. نوهت وزارة السياحة للمستثمرين ومالكي الأراضي الخاصة بعدم الإعلان عن أي مشروع سياحي إلا بعد التنسيق مع الوزارة وأخذ الموافقات اللازمة. العمانيون يحتلون المرتبة الثانية بعد الإماراتيين في أعداد زوارهم لتايلاند من الشرق الأوسط، حيث بلغ أعداد زوار العمانيين لها العام الفائت أكثر من 90 ألف سائح.